الجيش الوطني يطلق معركة جديدة أكثر عنفا لفك الحصار عن تعز. بددت معارك فجر الخميس الهدوء المتقطع في جبهات التماس في شمال وشرق وغرب مدينة تعز، مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من المواجهات مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف المدينة على طريق فك الحصار الذي تفرضه الميليشيا على تعز منذ سنوات. المعارك تركزت في تبة الجعشاء الاستراتيجية شرق المدينة وفي تبة حميد علي المطلة على منطقة العرسوم وجبل الوعش، وسط أنباء مؤكدة تفيد بسيطرة الجيش الكاملة على هذه التبة وعلى تبة القارع شمال غرب معسكر الدفاع الجوي وعلى تبة الكمبتين. واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميليشيا في منطقتي الهشمة والحوجلة شمال المدينة، ما أدى إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيا بينهم قائد مربع الحوجلة سليمان عبد الرحمن صدام وإعطاب طقم مسلح للميليشيا في ذات المنطقة. وأكد الجيش أن هجومه المعزز بالمدفعية استهدف طرق تحركات الميليشيا الحوثية، حيث يواصل مقاتله في هذه الأثناء تضييق الخناق على ما تبقى من عناصر الميليشيا في جبل الوعش الاستراتيجي بعد فرار الكثير منهم باتجاه مفرق شرعب وشارع الستين بعد أسر عدد كبير منهم. مواجهات شمال المدينة كانت هي الأكثر عنفاً، حيث التحم مقاتلو الجيش مع عناصر الميليشيا وتقاتلوا وجهاً لوجه بالأسلحة الخفيفة وبالقنابل، واستخدمت الميليشيا الألغام الأرضية ضمن معركتها لصد الزحوفات الكبيرة للجيش على المواقع التي تتواجد فيها عناصر الميليشيا. البلاغات الصحفية الصادرة عن الطرفين أفادت بوقوع عشرات القتلى من الجانبين وتدمير دبابة للحوثيين وأسلحة متوسطة أخرى، فيما يسعى الجيش الوطني في هذه الأثناء إلى تحييد القناصة التابعين للميليشيا في المواقع التي تدور فيها المعارك. قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري كان حاضراً في قلب المواجهات متفقداً الخطوط الأمامية لجبهات القتال ومؤكداً أن معركة فك الحصار عن تعز تحقق أهدافها وأن الجيش يتقدم بخطى ثابتة ويحرز تقدماً ميدانياً. ارتدادات هذه المعارك كانت عنيفة على حياة سكان المدينة جراء استهداف الميليشيا بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية عديدة للتغطية على خسائرها وتراجعاتها الميدانية الأخيرة.